اي نعم. كيلو الدجاج اتفقنا عليه ب 3 وربع مو؟ 3 وربع. 3 وربع يلا. يلا احسب لي. خلي مو يلا. الوزن ايش قاعد حكينا؟ اريد خشنات. خشنات؟ ايوه. يعني كبار كلش ووسط؟ وسط. وسط يعني كيلوين؟ 1700 1800 1800 1800. عليكم السلام سعيدنا حياكم الله. يلا. حكينا ها. يلا عيني. هاي واحد كيلوين اللي ربع شوفوا ماشي القصه حلوه هاي خوش توكل بالله خادم بعد خادم الحسين هذا كيفه هو شنو يسوي؟ شنو يسوي؟ شنو يسوي؟ شنو يسوي؟ ماشي يلا انا هم جاي ماشي هذا 30 يلا. تطلع على كيلو 800 كيلو 900 تطلع 6000 ماشي. شلون؟ انا خادم تبعد جنب هاي 30 اول خمس. 30000؟ اول خمس. اول خمس هاي على كيلو 800. جيد جيد. يلا خليه. خليهم بالصندوق هذني خمسه. ماشي. ماشي هذا النور 10 صار 31 5 اي هاي الخمسه الثالثه 31 اي هاي 15 اي هاي الخمسة 31 يلا 15 ويا ذني حتى يضايق المهم اي احسنت جزاك الله خير هسه 20 صار 20 السبعه قل لي كافي اي ماشي ماشي هاي الخمسه الرابعه يعني 20 صار شوف واحد وثلاثين ماشي جزاك الله خير الله يرحم والديك جزاك الله خير انا خالد هاي 31 هذا البيت شكله ماشي احنا الحد مالنا 200 كمل كمل بعد هاي 25 صارت 25 هاي جزاك الله خير جاي تسامح ويانا الله يرحم والديك هاي 25 اي احسب العشر ايش والله واجهك حبيب هذا 30 30 صح جيد بعد قلبي شو دوره هذا 31 ماشي صحيح صح 30 هاي صارت هاي 10 20 30 30 دجاجه كافي لو بعد اوقف 1 2 3 4 5 6 88 اريد 200 نسويه بعد بعدين كمل انت ايش قلت؟ اي كملين فدت لك اربع دجاج يلا يلا اربعة تقريبا يلا اي تقريبا اربعة توكل بالله توكل بالله الحين اربعة جزاك الله خير بقلنا ايش قد بقلنا هاي 180 اي هذا 180 سبتي؟ اي ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة بعد تجمع عند الموبايل؟ لا مبينات اه حتى 30 60 90 120 اي 140 180 183 1 2 3 186 بعد 14000 14000 اطلع لك ثلاثتين كبار ام السبع ثلاثة 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 وسط اي ثلاثة ثلاثة وسط
14,000. يلا انت حق 14 سويه. اي هاي 14. هاي هي 33. اي 200 عدد. 200 عدد. 200 33 دجاجه. 33 دجاجه. 33 دجاجه. هاي جزاك الله خير.